واقعة، ما ينفعش وتيجي ده عامل عملت مع جابر القلموطي وجابر يعمل يسمع وايوه واصل القضاء وبنتي. لا بنتك مش فوق القانون يا هشام، بنتك مش فوق القانون، واوعى تغلط في القضاء تاني. تكلم على القضاء تكلم بادب واحترام. وهشام سليم يوضح حقيقة ضرب ياسمين وعبد العزيز في عزاء والده ويرد ما حصلش. إلهام شاهين تتدخل بعد ضرب ياسمين عبد العزيز في عزاء هشام سليم وابن الفنان يرد كل كلمة. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان الراحل هشام سليم الذي رحل عن عالمنا الخميس الموافق 22 سبتمبر عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة الفنان الراحل هشام سليم وعلقت عليه كاتبة: البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب. ومنذ سنوات نشب خلافا بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وابنة الفنان الراحل هشام سليم، نستعرض لكم في السطور التالية القصة الكاملة. يعود الخلاف بين ياسمين عبد العزيز ونجدة الراحل هشام سليم الكبرى لعام 2015 بعدما تم الحكم على حبس ابنة هشام سليم ذات 17 عاما بتهمة الاعتداء على ياسمين عبد العزيز. وكانت قد كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل الخلاف الذي وقع بينها وبين ابنة الفنان هشام سليم بعد إصدار الحكم، مشيرة إلى أنها لم تكن راغبة في الرد إلى بعض صدور الحكم القضائي الذي أنصفها، مضيفة أن الفنان هشام سليم ليس جارها بالساحل الشمالي كما ادعى، وأن ابنته كانت ضيفة في المنزل المجاور لها. ابنة هشام سليم كانت في المنزل المجاور لي وهي مجموعة من الشباب وأولاد بنات بدون وجود صاحب المنزل، وكانوا يقومون حفلات صاخبة كل يوم من 10 مساء حتى 5 صباحا ولا نستطيع النوم. بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية على خبر ضرب الفنانة ياسمين عبد العزيز وتحرير محضر في القسم لزين ابنة الفنانة هشام سليم التي كان محروم من رؤيتها في كثير من الوقت، ولفتت زين الانظار بجمالها بعد تداول صور لها مع والدها الفنان راحل هشام سليم وابناه قسمة ونور. ورحل الفنان الكبير هشام سليم بعد صراع طويل مع المرض على عمر يناهز 64 عاما، وشيعت جنازة هشام سليم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن واصدقائه على رأسهم كريم عبد العزيز واحمد السقا ودنيا سمير غانم والهام شاهين وليلى علوي وشهيرة وهاشم ماجد واشرف زكي. وعلى مدار سنوات طويلة وقبل اصابته بالسرطان كان هشام سليم يعاني منذ انفصاله عن زوجته الاولى بسبب عدم رؤيته لبناته قسمة وزينة. وكان هشام سليم عندما يتحدث في هذا الامر خلال البرامج التلفزيونية يؤكد ان امنيته في رؤيتهما، حيث ان زوجته الاولى كانت رافضة هذا الامر بسبب انفصاله عنه مما جعله يرفض قضية الرؤية والتي حكم فيها لصالح هشام سليم ان يرى ابنه لمدة 3 ساعات اسبوعيا. اول بيان عاجل من نور هشام سليم بشان حقيقة طرد ياسمين عبد العزيز من العزاء. أزمات كثيرة مر بها الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس على عمر يناهز 64 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركا خلفه مسيرة فنية زاخرة وراقية امتدت لنحو 50 عاما. وأبرز تلك الأزمات وأشدها ألما هي بالنسبة للراحل هشام سليم هي أزمة التحول الجنسي لابنته إلى ذكر حسب ما قال خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية. وكان الفنان هشام سليم قد كشف عن تعرض ابنته نورة لعملية تحول جنسية حتى تصبح ذكرا بعد أن كانت أنثى لتحول اسمها من نورة إلى نور، قائلا: بنتي نورة بقت ابني نورة وربنا اللي عايز كده، وهي بتتحول جنسيا حاليا وانا ما استغربتش ابدا انها تتحول جنسيا لانها من ساعة ما اتولدت وانا كنت شايف ان جسمها جسم ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي. واضاف الفنان الراحل هشام سليم في لقاء تلفزيوني: في يوم من الايام قالت لي انا عايشة في جسم غير جسم اداء فريضة الحجة. كما كشف الفنان حسام دغر عن مواقف اخرى جمعته به هشام سليم، منها انه دافع عنه في كواليس مسلسل لحظات حرجة بعدما رفض المخرج ان يذهب للمسرح لارتباطه بعرض مسرحي. الهام شاهين تعزي نور هشام سليم: ربنا يصبرك على وفاة ابوك. نعت النجمة شريهان الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وكتبت عبر حسابه بموقع فيسبوك: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق، ولكن عزيزي أني كنت معك وكنت معي وأخذتك في قلبي وحضني طويلا في الأيام القليلة الماضية. وأضافت:
رحل يتوم عمر النقي الصادق الأمين الملتزم المحترم الجميل. رحل يا صديقي زميلي شقيقي، رحل يا حبيبي، لكنك لن ترحل مني أبدا إلى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي، وسنلتقي. واستكملت شريهانا: اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها يا أرحم الراحمين. اللهم أنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت تعلم به. اللهم ثبته عند السؤال في سلام الله ورحمته وفردوسه الأعلى يا هشام سليم. أول ظهور للفنان محمد رمضان داخل عزاء هشام سليم ويردد طول عمر محترم وبالناس. فجر الإعلامي محمد سعد مفاجأة حول علاقته بالفنان هشام سليم عن الأيام الأخيرة في حياته. وقال محمود سعد في بث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حاولت الاطمئنان على هشام سليم عن طريق الفنانة يسرى، ولكن أخبرتني أنه مانع الزيارة ولا يريد التحدث مع أحد. وأضاف إن هشام سليم كان على دراية تامة لحالته الصحية، وأنه كان لا يرد على اتصالاتي في الأيام الأخيرة. واختتم: والدة هشام سليم لم تكن تعلم بمرضه. وذكر سعد أنه لا يعلم الذي تم معها حينما توفي ابنها. وعربت الفنانة إلهام شاهين عن صدمتها لوفاة الفنان هشام سليم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسع. وقالت إلهام شاهين للإعلامية شفاك المنيري: الأحباء يفارقوننا ويذهبوا بعيدا، والشخص يخاف من الدنيا بالفعل الآن. وأضافت إلهام شاهين: هشام له بصمات وأعماله ستظل خالدة، لافتة إلى أن آخر أعمالها قدمته معه كان الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، وكان وقتها العمل موجعا بالنسبة إلينا، رجوعا لرحيل الفنان ممدوح عبد العليم وقتها. نور بن هشام سليم: بابا كان دائما بيقول الفن غدار ومحدش منهم بيسأل عليا. شيع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام جثمان الفنان المصري هشام سليم إلى مثواه الأخير الخميس، وأدوا هؤلاء وغيرهم صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة. ورحل هشام سليم عن عالمنا في وقت سابق الخميس عن عمر 62 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. وحضرت الشيخ جثمان عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته روجينا، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وفتوة أحمد وأحمد بدير وعبير صبري وإلهام شاهين، ومحمد الصاوي وأحمد الصقة وخالد النبوي، ومها أحمد ومحمود حميدة. وأعلن نور هشام سليم أن عزاء الفنان الراحل سيكون بعد تشييع الجنازة فقط، قائلا عبر حسابي على الانستغرام: شكرا على سعيكم جميعا، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل بالفعل تم ضرب ياسمين عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.